على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومتر مربع، لا يشفع لمدينة رفح الفلسطينية كونها آخر ملاذ لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني نازح في قطاع غزة المنكوب. المدينة وأهلها لا يرون ليلة آمنة تحت وطأة دوي الانفجارات وأصوات القصف والطيارات التي تحوم بنذر موت وشيك. وفيما وصفت بأنها واحدة من أسوأ الليالي في رفح، سوت ضربات إسرائيلية مسجد الفاروق وسط المدينة بالأرض، ودمرت منازل ومبان في أنحاء متفرقة من رفح. حال بقية أنحاء قطاع غزة لن يوفيه حديث، فخان يونس ما زالت مركزا للمعارك العنيفة خلال الأسابيع الأخيرة مع تواصل عدوان الاحتلال على مستشفى ناصر، وحي الزيتون يئن تحت قصف طائرات الاحتلال، وكذا الوضع في حي الرمال ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح. وأفادت سلطات صحية في غزة بأن حصيلة مجازر 24 ساعة المنصرمة بلغت نحو 100 شهيد وعشرات المصابين، لكن معظم الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض أو في مناطق لم يتمكن المنقذون من الوصول إليها. وضع لا إنساني، أكدته رسالة مشتركة لوكالات الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، طالبوا فيها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة إجمالا ورفح خاصة لأسباب إنسانية، وفندوا فيها بنود البؤس الذي يحياه أهالي غزة من أمراض متفشية ومجاعة ومياه تتناقص وبنية تحتية مدمرة ومستشفيات تحولت إلى ساحات قتال، ناهينا عن ذكر ما يواجهه الأطفال من صدمات نفسية يوميا. وليس بالجديد، لم تعني إسرائيل بالا لهذه المناشدة الأممية ماضية في الحرب على غزة بزعم بلوغ كامل أهدافها الاستراتيجية التي أخفقت في تحقيقها طيلة 39 بعد 100 يوما حتى الآن.